لقد مرت 25 سنة على عرض فيلم التايتانيك، وأحدث ضجة عالمية انقلبت مجال السينما والأفلام. لن تسأم أبدا من هذا الفيلم، فهو يعيدك بالزمن إلى الوراء ويجعلك تحب كل شخصياته، واليوم سترون كيف أصبح أبطال هذا الفيلم. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. فرانسيس فيشر عمرها اليوم 69 سنة. بيلا زين عمرها اليوم 55 سنة. ديفيد وارن عمره اليوم 80 سنة. غلوريا ستيوارت توفي سنة 2010 وعمرها 100 سنة. كاثي بيتس عمرها اليوم 73 سنة. ألكسندريا وينز سارنو عمرها اليوم 33 سنة. برنارد هيل عمره اليوم 77 سنة. فيكتور غابرييل عمره اليوم 72 سنة. سوزي آميس عمرها اليوم 60 سنة. ليوناردو دي كابريو عمره اليوم 47 سنة. كيت وينسليت عمرها اليوم 46 سنة. إيوان غورفورد عمره اليوم 48 سنة. داني نوتشي عمره 53 سنة. جوناثان هايد عمره اليوم 73 سنة.
إيوان ستيوارت عمره اليوم 65 سنة. جيسون باري عمره اليوم 49 سنة. إيريك برايداين عمره اليوم 80 سنة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.